صادق. بسم الله، الان احنا في الوينرز راوند 4 صح؟ راوند 4 احنا الحين اتوقع هم اللي في الوينرز راوند 4 مو بحنا. الوينرز راوند 3 الله عز محمد معنا العويد اكسترا ام اتش دي اللي تو فاز والله، مقدم برنامج بي تي اكسترا. ايه اقعد قاعد اعلن عن نفسك في قناتنا. ايه ما قصرت، ما قصرت. مشاهدي قناتي اكثر مشاهدي قناتكم. اوكي انا اسف. الان مباراه بين عبد الله الفضل جالكسيا ضد عبد العزيز نجادي فورك. طبعا عبد الله الفضل دائما لو تلاحظ كان يختار دارك ميتا نايت. دارك ميتا نايت ما ادري ليش انا قلت دارك، بس كان دائما يختار ميتا نايت وكان من افضل اللاعبين الى الان اتوقع. ضد عبد العزيز نجادي واللي كل يوم يختار شخصيه مختلفه. حلو. على ما يبدو ان عبد الله قاعد يقول انه مو بهذيك الدرجه، ولكن بنشوف ان شاء الله الحين في الجيم. تبغى تشوف شكلك؟ اشوف شكلي ليش لا. ما طلعت الكاميرا ليه؟ كاميرا ايه خايفه مني، الكاميرا خربت خايفه مني. خل اشوف ايمج فيديو كام فيديو كابر ديفايس 1. خربت الكاميرا ابي جاوجك، خربت الكاميرا. وبقول قصه طريفه على طاري خربت الكاميرا. مره واحد من كاميرا سيارة خويه ايه حطيت وجهي وراها، من بعدها ما صارت تشتغل الكاميرا. قلت انا احمد ربي الكاميرا اللي قاعد اصور فيها البرنامج ما خربت الى الان. اوكي يعني ما شاء الله اعطانا نكته الحلوه الاخ محمد الويد، ما قصر يعني. تبي نكته ثانيه عن كيك سلايدر؟ عطنا كيك سلايدر، احنا ما عندنا مشكله. اليوم مش الجمعه؟ لا اليوم السبت. جهازي قاعد يغني هناك، قاعد تركز تبي تلعب. اوكي صح اسفين. ايوه خلينا نشوف المباراه الحين. طيب بيت نايت ودونك خليك هناك. ال دوكي اخذ دوكي كونغ عزوز. طيب عزيز دونكي كونغ كان الدور يحب يختار شخصيات هيفي مع انه مو كل شخصياته كذا، ولكن هذا اختياره غالبا ضد ميتا نايت. طبعا عندك ميتا نايت عنده كومبو اللي هو الابير ابير ابير يذبح سوبر بدري. صحيح. بس ممكن لان دوكي كونغ ثقيل راح ينجو كثير ويسوي الدنك دونك حقته. لكن هنا مشكله ثانيه انه عشان الثقيل الكومبو بيصير يضبط عليه اكثر. شوف شوف بدا بالضبط. ناش. افاد الثقل. عبد الله سوى هذا الكومبو كثير مرات في الفترات الماضيه. ايه هو كومبو كل متنات يسوونه. صحيح. بس بعد النيرف صار يعني اقل، صار اصعب انك تجيبه. يعني تغيرت زاويه هذا. اب اير. نايس باك اير. الداون بي حقته تغطي نص المرحله. طبعا ما في امان مع دونكي كونغ. ايه لحظه ممكن يذبحك. استنى الاردوج. انا ما كل واحد قاعد ينتظر الثاني يخطر. اوه بير. اوه نايس بالضبط نايس. ما في امان مع دونكي كونغ. من 70 من 80 ممكن اي ضربه. عاد الحين مليان ريج وعند البوكس هذا. الفورورد سماش حقت ميتا نايت قويه مره، ستارت حقها بطيء قليل بس انها تخلص على طول. صحيح. نايس. اوه فلت. لا هذه مو النهايه. ثقل دونكي كونغ جدا مفيد. والله ثقيل حبيبي. افاد ثلاث مرات او اربع مرات على الاقل. زين بس الجيم الحين وجيكم. طبعا دونكي كونغ بيحاول يسوي اكبر قدر من الدمج قبل لا ينقص ويروح الريج ويخلص عليه اول ستوك. حبيبي دونكي كونغ الوزن كله في العضلات. بالضبط. يو 70. لا اس دي في الاخير. ما عليه ما عليه. الحين اللعب كله في النوترال، كل واحد منهم يحاول يجيب اكثر دمج. الحين ما في اي فكره وشو يعني. دونكي كونغ ممكن يقعد يتصفق 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 فجاه كذا دب 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 انه تبيت. مثل ما صار بالستوك الاول بالضبط. بالضبط. خصوصا شخصية ميتا نايت بهذيك الثقل القريب من ثقل دونكي كونغ عشان تقدر تقارنها. كان ممكن عادي مرة لو على البلاتفورم كان يموت. صحيح. هذا بالضبط كومبو دونكي دونك. نايس نايس ابير الاولى ما جت ابير الثانية جت. نايس 1-0 الان الفورغ. طبعا فورغ عندنا واحد من المنظمين العظماء اللي في جروب رياضة سماشرز، لازم نعطيه شوية كذا. الشباب قاعد يصلون الان، بس خليه يخلص المباراة هذه وروح اصلي معهم. عبد العزيز قاعد يفكر هل يغير او لا، لكن ثبت على دونكي كونغ. الشخصية ما غيروا شخصياتهم.
وماشيين تمام، هل بيغيرون الستيج هالمرة؟ شوف البان الحين عند عزوز شوي بان مرحلة بعدين لك اختار، بس اعتقد الشخصيتين كلهم يعتمدون على البلاتفورمز، زائد انهم كلهم يعتمدون على الذبح فوق بالضبط، فما تدري كيف ممكن هذا، فكثرة البلاتفورمز بتفيدهم اكثر بهذا الشكل. فاينل ديستنيشن انا دائما اشوف عبد الله الفضل يختار فاينل ديستنيشن، شكله يحب المرحلة هذه لانها يعني مو هي مره كويسه، بس لان مثلا تكون انها مو عالي، مو السقف فوق عالي مو قريب، صحيح ما في بلاتفورم مثال. بعد لا تنسى ان في كثير من الناس متعودين على لعب فاينل ديستنيشن خصوصا من ايام برول، صحيح ممكن فعلا والله ما قد فكرت فيها دينا. عشان كذا معظم الناس صارت تفضل فاينل ديستنيشن. عاد متى نايت فاينل ديستنيشن كان يعني في ذاك برول كان او بي اكزاكتلي او بي يا ممتاز. عبدالله قاعد يستخدم كومبوز ممتازة. شوف هو خربوا عليه كثير لما جابوا عليه النيرف، يعني ما عاد يقدر يسوي الكومبو اب الاب الاب اير اب اير اب بي بسهولة مثل الاول. نايس ما عندك تقول بسهولة الا هو سواها بالضبط. اوه دينك دونك بس ما مات مرة يدبح على طول كان بتصير خرافية. سوى على جاب لوك. شوف الحين المشكلة وش هو السرعة، فرق السرعة مرة شاسع بينهم. صحيح. نايس نوتش غير. أي ضرب من دونكن ممكن تعيد الماتش للموازين الأولى. نايس نايس تك. تك تك كان جدا ممتاز. ممكن يمسك الوقت دي ما برسج برسج بك انا عايز ناس بك تروح ممكن ضربة ممكن تكون تقلب الماتش انا الحين فرق النسبتين 75-14 ايه اوكي ايش قال حلو سوي عليه قال رجع الستيج خلينا نسوي عليه ذا اتوقع كان يبغى يضربه في الستيج ستيج سبايك تيك دونك 12 فوت ماش حقته عشان استفاد ايش جارد مره ثانيه لسه عايش او لا رجع كذا رجع واو لا ما ضبط الضربه الثانيه لو ضبط كانت هذه نهايه الماتش اللي كان ممكن يمشي يعطي فرش او ماي جاد هذه حركات ايش اسمه دزيز دايما سبيشالتي حقته يحب كذا فجاه يسوي لك حركه غريبه بالضبط ماشي خلاص هذه واحد 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 قاعد يفكر هل يغير او لا. الماتش الاول جاب الفاز مزبوط، الماتش الثاني خسر لكن ما ادري صراحه هو ابخص. هنجرب الكاميرا دي اشتغلت ولا ما اشتغلت؟ بصراحه ما اعتقد ان دونك كان كاميرا الاول خيار مناسب. دونك دونك بالعكس دونك كان ممكن الارجيومنت انه دونك كان شخصيه كويسه مره بالانترنت انه هو ما يموت بسرعه من الكومبو حقه ويذبح سوبر بدري. بس مو شرط ان مو شرط ان الماتش هو اللي خسره. لوسينا انا هذه كانت النقطة انه شخصية اسرع ممكن تفيد اكثر. اتوقع انهم صلوا على طول قبل ما اذن استعجلوا نستنى شوي. تجي الحين واحد واحد اختارون المرحلة الان داك هانت داك هانت داك هانت بلاتفورمز اللي فيها غريبة جدا تنفع الكامبينج بالضبط بس داك هانت ممتازة لأن فيها أطراف المرحلة كبيرة ممكن تسوي عليها ال الوال جمب بعد الوال جمب تقدر تنقذ الجدار هاي سايد دي دام سينج بليد طيب أحد اسمه مامزيان وجاب انا اقول نسوي عداد للي يضرب البط فرونت وفور فعليا العداد موجود تحت تصدق والله صحيح شوف المكتوب هيت ولكن ما يبين اي شخص ضرب فيها عندنا التخصص النتندو اخ حويد
هو اللي يعرف أشياء هذه أشياء اليوزلس هذه. بس والله انترستنج يعني نايس أب إير. أوه ماي جاد بابي صغيرة شوي هذا دمج كثير حقها مرة. طبعا النتائج الحين متقاربة متقاربة جدا. شفت لو تلاحظ ان المات كان لذيذ لما سوى الابيئة عض شال النوتر لقيتها بحقته واعطاها بسماش. فكنت اتوقع من الافضل لو كانوا باقي على دونكي كونغ جلو سينا. ما ادري عموما هو ابخص فهمت؟ ما تبغى توتر في نص المباراة. لكن الفكرة ان لو تلاحظت ان اللعبة الماتش الاول كان له لين سوى الابي ذيك الغلط قلبت كل الماتش. بالضبط. هي دائما غلطة واحدة ممكن خصوصا مع شخصيات عندها سماشات قوية. عندنا بدر العميل مع ضغطان عيال. نايس اب اير اب اير. طبعا اب اير الحين ما حتنقص شيء تقريبا. انها صارت ستيل. اب اير اب اير اب اير. في هو طلع برصيف. اوبا نايس نايس نايس. طبعا كان بيموت لو ما ذا الظاهر لما ذبحه. اثنين واحد الجالكسي. نايس جيم هارد لك عزوز و مبروك اللعب.